معرض فني يطرح فيه الفنان السعودي فيصل سمرة رؤية بصرية مختلفة على الحالة السياسية في الشرق الأوسط، معتمداً على وسائط متعددة. فكل عمل يشمل الرسم والنحت والتصوير الرقمي والفيديو. فعمل كرسي السلطة يجسد فكرة الفنان بوضوح بعبارة صنع في العالم العربي، لكن بعد تكسيره وإعادة تجميعه لم يعد كرسياً للجلوس عليه، لتتغير العبارة إلى صنع في العالم الغربي. فهنا طبعاً إشارة واضحة المشروع الغربي في المنطقة، وإعادة يعني هدم السلطة الموجودة وإعادة بنائها حسب مواصفات معينة، قوى عظمى معينة في العالم تريد أن تختار. فهذه يعني هي ملاحظة تاريخية أو للمشهد اللي يعيشه العالم الغربي بالنسبة لي. وإن كانت هذه المجموعة المعروضة بوسائطها وأفكارها الثلاث من بناء وهدم وإعادة البناء هي أعمال فنية صرفة، فإنها في الوقت ذاته تتعدى البعد الفني إلى أبعاد اجتماعية وإنسانية وسياسية، من النظرة الخاطئة للغرب تجاه المنطقة والتلاعب بالرأي العام إلى طرح موضوع شخصي يتعلق بزوجته التي أصيبت بسرطان الثدي، ويوثق فيه مراحلها قبل العلاج وخلاله وبعده، باعتبار أن الجسد هو مثال لعملية الخلق والتهلكة واستعادة العافية. نمر بنفس المراحل، إنه نكون في حالة بنائية معينة، ولكن المرض يهدمنا في وقت معين، ولكن بعد أن يعني نتغلب عليه نعيد صياغة نفسنا مرة ثانية ونعود. وهو دعوة أيضا للمقاومة، مقاومة المرض هذا البشر الصراحة. أعمال بأشكالها يختلج فيها فيصل سمرة إحاءات التحولات الجيوسياسية في الدول العربية، وتتفاعل معها أحاسيس ومشاعر مشاهديها لتثير نقاشاً بالفعل الفيزيائي للبناء والهدم وإعادة البناء، وليس فقط بصرياً أو افتراضياً. مصطفى زارو، العربية، لندن.